كان يبتدي المعسكر المقبل اللي بيبتدي غدا الثلاثاء الموافق 20 فبراير الحالي. لعيبه كثيره جدا في هذا المنتخب، خلينا ناخد تفاصيل اكتر من كابتن مصر طبعا والمدير الفني لمنتخب 99 كابتن حماده صبحي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا محمد، اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ وتمنياتي بالتوفيق، مرحله مهمه جدا لمنتخب ان شاء الله يكون نواه منتخب مصر الاول باذن الله. يا رب ان شاء الله. طيب التوفيق باذن الله ان شاء الله. الاختيارات يا فندم جت، حضرتك بتتابع طبعا اكيد يعني الدوري الناشئين، ولكن هل في لعيبه ظهرت في اخر فتره حضرتك ضمتهم للقائمه؟ في مجموعه جديده اول مره تنضم المعسكر، يمكن مجموعه من الصعيد، مجموعه من بورسعيد، مع يعني في مجموعه كده شفناهم من خلال لفه كده، خدنا رحنا الصعيد وعملنا تجمعات، رحنا اسكندريه، كان في منتخب اسكندريه ومنتخب بورسعيد، اخترنا برضو بعض اللاعبين مع المجموعه الهيكل الرئيسي اللي كان معانا من الاول، ويمكن يغيب عننا بس المعسكر ده لاعبي انبي عشان عندهم مباراه مؤجله في الدوري، وان شاء الله يبقوا موجودين معانا في شهر 3 باذن الله. يعني ده معسكر صغير 3 ايام، هنحاول يعني العناصر دي نشوفها وسط المجموعه القديمه، والاختيار في الاخر اخر قبل المباراه الرسميه ان شاء الله في شهر 5، نكون وصلنا لحاله بدنيه وفنيه كويسه ان شاء الله. يعني حضرتك تقصد ان هذا المعسكر لحد ما مفتوح، حضرتك يعني بتشوف برضه العناصر ازاي هتبقى عندها مبادئ، طبعا المنتخبات تتحرك في مرحله مهمه، انت بتعلم بعض اللعيبه يعني ايه منتخب. لا بص، طبعا كلامك مظبوط، هو انا كنت حاطط برنامج من اول الموسم في التوقفات مع الاجنده الدوليه، ولكن دي يمكن ده ثاني توقف بعمله 3 ايام بالظبط، يمكن عنده دوري بكره ان شاء الله، بعد الدوري ينضمونا يوم 3 و4 وخميس يرجعوا انديتهم عشان عندهم دوري يوم الاثنين، عشان ما بقاش في فتره طويله. يمكن اخر تجمع كان لينا كانت بطوله الكوسافا في زامبيا، كانت شهر 12. نعم. عشان ما بقاش في وقت طويل قوي بين التجمع والثاني، على قد ما بقدر طبعا بحاول اجمع بين 3 ايام، ولكن التجمعات الكبيره بالنسبه لي شهر 3، عندنا يمكن 10 ايام احتمال كبير نطلع نلعب مباراه خارجيه ان شاء الله، والتجمع الكبير بقى بعد الدوري، الدوري ينتهي 23/4، يبقى قبل المباراه الرسميه بحوالي اسبوعين. طيب كابتن حماده، عشان كل اللعيبه، كل لعيبه مصر الناشئين اكيد دلوقتي هتسمع حضرتك، معايير انتقاء اللاعب، هل ناحيه فنيه فقط ولا ناحيه فنيه وناحيه اخلاقيه؟ يعني هي الصوره متكامله، لازم تبقى الصوره متكامله سلوكيا وفنيا، اكيد ده بيكمل ده بشكل كبير جدا. الاختيار من خلال دوري قوي، في دوري ممتاز للشباب بتاع مواليد 99 بنختار من خلاله، مع بيساعدنا طبعا بعض المدربين والمديرين الفنيين للقطاعات بيرشحوا لنا بعض اللعيبه مثلا في الدرجه الثانيه، يعني لعيب 99 بيلعب مع بيشارك مع الفريق الاول في الدرجه الثانيه او الثالثه. نعم. موجود معانا عندنا بعض اللعيبه كده، فالاختيارات زي ما انت قلت مهمه جدا. يعني احنا يمكن عملنا 11 تجمع قبل كده، بس كان الهيكل الرئيسي من الدوري الممتاز 99، ولكن احنا برضه بندور الافضل، لو لقينا احسن في تطورات حدثت من السنه اللي فاتت، من سنه لغايه دلوقتي في تطور حدث في المستوى الفني لبعض اللاعبين، في لاعبين كثيره جدا مستواهم كويس، يعني في زياده ابتدى يشارك مع الفريق الاول، ده بالنسبه لنا بيبقى حاجه كويسه يعني. طيب كابتن حماده، هو اول بطوله حضرتك هتشارك فيها هتبقى امتى يا فندم؟ الماتش الرسمي، اول مباراه رسميه تصفيات الشهر 5 الجاي ان شاء الله، والدور اللي بعديه في شهر 7 ان شاء الله، البطوله في اول 2019 في النيجر، بطوله كاس الامم للشباب تحت 20 سنه. طيب حضرتك هتنسق مع كابتن شوقي غريب، لان من الوارد ان المنتخب الاولمبي يطلب لعيبه من 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 مواليد 99. اكيد. بص احنا قعدنا طبعا كابتن شوقي، الامور واضحه وباينه بالنسبه لنا، كابتن شوقي عنده البطوله كاس الامم الاولمبي تحت 23 هتقام في مصر، يمكن اخر 19 هنكون احنا خلصنا كل مشوارنا، احنا مشوارنا لغايه كاس الامم وربنا يكرمنا في كاس العالم، ده كله ينتهي في 2019 قبل ما يبتدي الكابتن ساوي، لكن الكابتن ساوي عينه على بعض اللاعبين من عندنا بيتابع معانا بشكل كويس، وفي تنسيق بيننا وبين المنتخب الاولمبي، بس ما فيش تعارض خالص في المواعيد خالص يعني.
طيب عايز تلعب يا كابتن كام ماتش ودي ومع اني مدارس؟ لا بص انا يعني يمكن انت لو متابع، احنا عند لعبنا حوالي 16 مباراه، بدات في المدارس في اسيا، بدات في شمال افريقيا، ولعبت مع دوري الكتاب في زامبيا حوالي، فانا عامل دلوقتي حوالي 16 مباراه، وبناقص لي حوالي يمكن عندي تجمع جاي نلعب من الماتشين، وبعد الدوري نعمل ماتشين قبل الرسم، يعني نحاول نوصل لغايه 20 مباراه خلال السنه دي ان شاء الله. حضرتك هتلاعب حد من امريكا الجنوبيه او من اوروبا ولا لسه؟ لا انا اللي عندي لسه ماتشات افريقيا، بعد ما ربنا يكرمنا ونخلص نخش مرحله ثانيه ان شاء الله باذن الله. كابتن مصر ونادي الاهلي ومدير الفني لمنتخب الشباب كابتن حماده صبقي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.